لكن ما أنت الصومالي اللي قرك أي أسرة أنت هاي يا إني بوربورت قرك أي أسرة أنت هاي I'm telling you the truth قرك أي أسرة أنت هل كا هدل كا سان كجاه دلني أني هديل لدجيستو هديل لدجيستو لا سعند طرشدي ورضا إن لقلا دلك خلق السياسي أي جلسي أو بورها يا لقلي ميالون كلين ورضا سياسته دلك وحي كليان خلخل هذا رجع لي نافض ميل هذا بين غيتها لكن كل واحد قريبه من اللهين دي جايك مركز سيدا الله بارو بقول بلاس بالجهة لا يقارن نمط الدلكن وسبب تنسى حد هي سياسة دونمي بتدع سبعة كنيسة بس كل هذا درجي بالجو عليا أنا جو حنا جوان شيل كان عصب إيش تدون شر ذا إيه حق أوله إن أيوه كتليان إن يقتلوا ذلوديو أيضا القرآن كان مسني وحنا مسني وحنا نقول شقيستن دين كي يقول شقيستو أوكل يا إنه أنا جوان عنا يوم هل جوا حلاص أدون تبلاط فهم كسياسة ده ديوكتين دليروي أو إذا ما أدي أد رنتي أن أتبع إنه أيات شراء أو إن جم مكان أو رج أكو العلسو أو أه عيدا كعركة عيدا كعركة إن بروفيشك إنك جامعة كسوة ضبحي أو وحصوة ضبرتي أو ده يردو وطن كا إنك كرون تاي أنا أرجعني أنا كنا أنا شو أركي نين ويا رجني ما وين أوله وحلي على وحري عرقلت ذلك عصوم مرينا أنتي وجري كلتي وعلى ولا السنة ده هانتي بداود يا الكسر دوادا برنامج كفول كفول تلفزيون كسان أو أي تدوات كمرتقي هي تمان كروسيا سد ذلك قار كمدا برنامج كان وح مرتقو قار كمدا شعبك سماري لان قارها كوا كودكان عاصمة دا أو يقول هلكن سؤال كويدين دونا سؤالها سكتي قدومي شنو أيو جوابي دونان برامج كسيتو سا أيان وجد كل دونا حن قوم هذا علني يا هنتي أنا هلكن آدي هذا قوم هذا علني يا مامور كتلفيش كصحن أو جهر يو قدوميها الهلو يسيدو كله أجاسيبها ولا أنت محمود عبد الرحمن ولا أنتي أنا برامج كني صورة قلن سيتو سا أيان مهندقة كدي وحن هلكن وجد دونا هوياها دلالة ورد السياسة الصومالية الآن إجنير حمسة حسن أحمد ولا أنتي برامج كريان وقفصومين أو سوى نقرأ قيبقى تي تلفزيون هان مركا كلمة دي سانسين دولا بسم الله الرحمن الرحيم لما أنتي نوال السلام يا مجا إلهي من كبلا بينا أنا جو كواحد ليا مجا ورد السياسة ما أنت هلكن دلنا جوا وحن ودي كم هاد نقينا كسوق يقول كينا مركا كوبات مركا لقي بعد ما هاد نقاله وحكروانو مهضنقين التلفزيون كعالمي سان تي في ودوميو هودا حوالي ندودا يحرريا برنامج كان حمسا وووو ولا ليال وحروتي آدي أدو فرحسنا يسيدادو سواعا برتان مداشا حلقا اعتمادين يسيداد وقتك أدو لوتان وحنانو ذكر لك لنا برنامج كنو دو لعي ساعة غير وكوبر وحن دريم يعين أدقران إنسان مهمة برنامج كان إليه يحي يوم هي بدأ إلا ده هاي كسوق يمكن كينو ينا سؤال ويدسان هو جامياش أتمنى كسم الله لسوا صعدا سياسة تطلق بندق ونوريا مركن عارين ثالة يا هاي وحوي وحمان ثالة دورنا يا ويانا وorganizations كي سياسة السومال لان معمولي أتمنى كسم الله لسوا صعدا وحن قلنا هاي السومال لان وحن قادتي نظام كحسبية بدن كبير لبعضنا سندات كهر وحن الله دورته وقت قاسي صدق حسبي أو كلاها ويريد قلوب يا كلمية مركي لبعضنا وحلا دورتين لبعض يكون يلا بيا تمنكي أو حسب كل ورد كذي ويريد أي الله بحسب إنه غضي أو نغضي ويريد يا وطني تبى تنا حساب حي كلمية تبى تنا معنا رخي ناس لا سياسة السومالي لا أيو تاجن تاي يصير صدى حسبيون أيو سون نقول نقولين حسبيون مهم دول وحوري إنستيتيوشن إسكاين وارجنا أي كم بدي هي كوا ريبرسنتيشن كوا ممتاز سيدا برلمان كا golayaasha deegaanka ee madaxweynaha qaranka dhamaantood waxa soo xulay intaani bulshadu dooran xisbiyada ka yimaadaan marka waxa weeye xisbigu waa cidda inoo soo ogta mar walba dadka in horimanaya mar walba waxa inu ka warwarna oo in mar walba dhana dadka in horimaada ma dadka ku haboonaa halkan ay la duu waxay ka yimaanaysa waxa weeyaan waa institution iska soo xulaya
دادك هوغانك ونقونا هي الستوشن اسك الدولدين السومالان او اي مسوك ايهين حسبيا لقرم سادرتين كونك عاو هاد مهم يهي عاو واحد هور جوغا طمانكي ورم سياسات اي بوحيني جوغوي كازي صوانا حولي لها organization iska siyaasadeed dalkan yeelanayo waxaan ku dhiirigelinayaa in su'aalo muhiim ah oo taabanaya mustaqbalka taabanaya waxa ay hayaan inaad weydiisaan su'aalaha shakhsiga iyo su'aalaha laga yaabo inaan xeel la lahayn arrimahan inaad ka dhigaan aad iyo aad baad maasantii dhamaantiin oo gudagali doona ee barnaamijka laba qaybood baynu ka dhigeynaa qayb ana su'aalo weydiin doona gudoomiyasha caawo halkan martida ku ah قيمنا إذا كايا ودي تونا بشروط واحد تقول السنة يا قفل بوحان وقلا هاي وأهل سؤالة واحد كبدن وما وقلي واحد كمتين وما وقلي وقهرين أنا قال سؤال شو ودي تونا كدوم ياشا سؤال شاسي وسؤال كوضع حيسا واحد قبل تونا صدح دقيقة كدوم يك استوى صدح دقيقة سؤال شاسي أكو سوكو سؤال شو واحد نقول إسا محاضو أساستين وردينا محاضو أساستين وشدد وقول إلو أساستين محيط رواد عبد موسى أيان وهو رسيته سؤال شهدان كتوابو أرسيا سديد كوغال أو أيه غان كيسا أو أيه غان كيسا إيا تلدي سا إيا دسيدي سبا أي كم دوبين دالي يرادا قران كتمورية دا سومالي لان إيا قبلة دا دالكا وحانو أساسني درين تبشو دولة حمو حمبارسان إيو hogamin liidata oo u tabayo dalkayagu oo ay aasaas iyo gundhig u yihiin xubnaha loo xulay hoganka dawladnimo waayo waxaan aaminsanahay in aanay xafiiska miiska iyo kursigu ahaayeen kuwa bedelaya dawladnimada ee ay tahay xubnaha xambaari karaya shacabweynaha reer Soomaaliya iibinaya dawladnimada sida awgeed in loo baahan yahay hogaan ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo xuduud iyo garasho iyo faham siyaasi ah inuu qabto majaraha hoganka dalkan oo saaxada yimaadaan dhalinyaro reer Soomaaliyeena wadaniina garanaya qiimaha dalkooda ku fadhiyo anagoo taa ka duuleyna waxaan go'aansanay inaannu abuurno urur ay dhalinyarada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeena iyo haweenku ku mideysayeen waxaan ambalaynayaa ragga dhalinyarada hoganka ogaal ii dhiibay ina cumaamaday inaan noqdo gudoomiyaha urur siyaasadeed koogaal kuna hoggaamiyo inaan xisbi qaran tiigsano dhalinyarada iyo haweenka reer Soomaaliya waxaan leeyahay hadii aad ogaal dooran weydaan waxa inoo doortaan hoggaamiyada cadaha dooranina nin ragga booga hale ee xilligan aanu idin hor fadhino iyagu aaminsan inaa u baahan tihiin hadii aad kuwa hadii ay dooran weydaan oo hoggaan xun doorataan daya cadaliisha iyo baahida waan idin la qaba hadii aniga ay dooro weydaan oo hoggaan fiican inoo xushaan guul kasto aad gaadheen waxay ila waxaan anigu idinka ayaa iri gaaray wax kasto xiro gaadhaana waa idin la gaaray waxaan sa idin u budu dhaxaad u ah ogaal wadaniyad iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anaga dhiigayaga marka sida loo baaro boqol balaas baa laga helayaa qarannimada dalkan waa sababtan saaxadda iyo siyaasadda u nimi intaasan kaga baxaya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo aan filayo sida aad la socotaan inaan ahay inta ururada ku jirta iyo inta xisbiyada ku jirtaba shakhsiga ugu khibrad dheer xagga maamulka dawladnimo inaan ahay hareerahaygana iyo garbahaygana ay joogeen tacliinta meelaha ugu sarreysa dhalinyaro jaamacadaha wax ka dhiga waxaan ku qaracnay jihada dalku u socdo inaanay ahayn jihadi saxda ahayd waxaan ku qaracnay qaabka loo wado hawsha hoggaamadii iska daba socday inayna dhaxalsiiyeen muranka iyo buuqa iyo jiritaan la'aanta burburka maanta haddii aan halkaa laga leexinna in laga yaabo inay meel cawaaqib xun ay ku dhammaato sidaa awgeed aan dalkeenna u kacno aan khibraddii iyo aqoonta isku darno aan laxa jecladii iyo niyadda isku darno jihad aanan bedelno annaka mabda'yadu waxa weeye jihadaani ma ahan jihadi saxda ahayd waa jiho musuqmaasuq qabyaalad kala qaybin eex cabasho dadkii oo kala tegay gobollo qaarkood xabaddii dagaalkii ka socdaan dhexdeenni iyo caawa qaar buuraha saaran yihiin
نحن اليوم ما رتك على شك إيه مقيس قلي حالة داني وحالة دقدقة هذان يدل يرد أكعنا وأنا يدل كان كف كريم قاب كيلو بد بعدين لهنا وحن كوكان عن إينو مال أذق 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 مريو السلام عليكم ورحمة الله أدر كياجة شعبك سومال الله ويقول مهم سنة أنا أبغى وحوي أنا قارني وطنك أو شرعي حركة قرنك لقط لقطون تي لأن استعمالي وعي أو أي نقاط تي مقر مقرنا إسا ينجز واحد ثمان سويه متى كنا واحد نوجاني إنا بروفيشك إنك أجمع عندك سوى ضبحي أو وحصوا وضبرتي أو ده يرد وطنك إنك كرون تي إن لغو قاطقافك وأنا قسم رير ورير يو أيو كيان وعلى أنك رير إن مي لقى كانوا قيل شرها الله يرضى له وسير هم النقو دي شيء هم النقو إتي إن أنا كم على كسوة بعد كوزر يصير ثان وان أونمي وعكران أونمي لبي صد صانو بين الدنيا اللهين وأنا اعترافه وأنا قرته إلا ما أنت ما الدنيا ما ينان جارسين كمان أنا عند عالين you know واحد إنه هاي واحد إنه دون إنه ماشي النمر إنه إياه واحد إنه دويه دكتور كرنين إلا ما أنت كمان إنه عالين واحد كلا نكاني شغال إيده يونا شغال وقول ما أنت زملاء واحد تاي وشحاتك كده وين صار شحاتا كده أنا كنا وين شحاتنا وين اللي كنا وين شحاتا وشغالك لما تشرتو هدي عن إسلامي كده دينين أمد بيتهدي دايا كلهين marka waxa weeye sharci iyo loo gudbay constitution iyo loo gudbay waxaad arkaysaa institution ki ama tan guurto kale oo la yiri hal la dhaxlo waa la dhax lagu keenay hada waxa taas adduunada meel ay ka dhacday ma jirto marka complete wixii urkeegaada waxaan u asaastay kadib markaan group isku aragtay ka noqday khaasatan anigu waxa aan waxa igu kalifay inaan ururkan aan hormood u noqdo furo markan aragnay wax badan oo dalkii u baahan yahay oo inuu istag iyo taagay aanu aragnay aniguna aan isu arkay nin waaya aragnimo weyn u leh waxa liyaala wixii carqalad dalkaas soo marayna intii uu jiray wax ka soo ogaa wax ka qabtay amba goob jawka ah markan arkay sida imanka wuxu taagan yiin iyo seel la isu haysto iyo mashaakilada jira waxaan u arkay in hadaan anigu soo taag aan wax badan aan qaban kari laa fursado badan sameyn kari laa waxaan u arkaa in aanagu aqoonta dadka iyo dhulka iyo aan aad iyo aad experience waa arkay ku leeyahay waxaan u arkaa in meel wajidada bii keenaysa inta gobol ee dalka jirta aanay jirin waxaan u arkaa inaan wax badan qaban karo sida awadeed ayaa xaaladda jirta aniga ay u kaliftay nin ma faca ka soo dootay meeshii hadii aad la socoteen dalka waxaan soo joogay waxaan soo qabtay wasiirada waaweyn oo muhiim ah oo dhaqaale leh oo ka mid ah gaashaadhigu oo ka mid ah dibadejitu dadka qaar waxay haystaan aniga inaan milyaneer ahay laakiin anigu maalinta shaqada risaan gareeyay hadda ay rumaysanaysaan $1,000 meel iimay oo cash marka waxaan jiraa cid ka rumaysanaysa mar hadii aad iyo ilaahay sugtii dee maxaa ka galay bilaadmin waxa weeyaan dalkani wuxuu u baahan yahay cid daacada oo cadaalad ugu shaqeysa oo waxan oo cid walba oo wax ka qaban karta waxan dhacay imka waxan taaganayso wada haysta in cidii wax ka qaban karaysa la adeegsado tanaasulaad badan la sameeyaa loo baahan anigu waxaan soo arkay inaan wax badan qaban karo taas aanay keentay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh marka ugu horeysa waxaan salaamayaa sidii aan horeyd ku mahadcelinay ku mahadcelinaya gudoomiyashan qiimaha badan hareeraha fadhiyan waan mahadcelinayaa sida doodda wanaagsan ay soo dhigeen su'aasha xamse ina weydiiyey ee madasha taale ah
maxaa ururka loo aasaasay ayaan ku soo dhawaanayaa su'aashu waxa weeye ururka rajo waxa loo aasaasay kadib markaanu eegnay 230 sano ama 30 sano jamhuuriyadda jirtay ciladaha qarannimadii hoos u dhigay dhaqaalihii hoos u dhigay wada socodkii ummadda hoos u dhigay inaynu gaadhno meeshii aynu rabnay sababay inaynu gaari kari weyno markaanu baarnay ayaa waxa aanu odorsnoon ka baaraan degnay wixii lagu daweyn lahaa waxaasoo dhibaato ah inaanu keenno meesha dabadeedna waxaanu ururinay aqoodyahan dabadeedna waanu isu keennay waxaa ka soo baxday fikradda rajo oo habeen iyo maalin aan ku dhalane ahayd ka baaraan deg muwaadiniin xalaala oo dalkooda iyo dadkooda jecel oo guda iyo dibadba jooga annagoo baadhnay xaggee dalkan uu u socdaa xagguuse ka yimi maxaase uu ku dambayn doonaa maxaase loo baahan yahay inuu noqdo marka fishinka noocaasa ayaanu dad dalkan ayaan ku samaynay rajo ilaalinta qarannimada markaanu leenahay waxaa ku hoos jira kor u qaadista dhaqaalaha iyo shaqo abuurista waxaa ku hoos jira isu keenista ummadda Soomaaliya minbar ilaa galbeed oo dhibaato iminka taagan ah waxaa ku hoos jira adkaynta iyo tayeynta ciidamada qaranka Soomaaliland noocu ku yahayba oo ciidamo aad iyo aad runtii aan u tabeyno ayaa jira oo inaga maqan oo rajo ay ku celceliso oo ah ciidanka cirka ciidanka cirka nasiib darro weli laguma dhawaaqin intaasoo jeer baan madaxweynaha kala hadalay waa wax ka maqan qaranka weeye loona baahan yahay waayo qarankan wuxuu ka samaysan yahay xuduudda ragga ku dhimanayo ee aragtaan cirka oo habeen iyo maalin la marayo oo bila permission lagu maro oo cid kale xukunto iyo badeena meesha haddaan gudagalo maxaa u samaysan ujeeddada loo sameeyey urur siyaasadeedka talwadaag haddaan koobo kadib markii aanu aragnay 32 sannadood oo Soomaaliland marayso cimrigeedu oo dhalinyaradu caama laadahay 12 ama 14 sannadood oo waxbarasho ilmuhu ku soo jiro waalid ku soo tabco kabacdina aanu halkii camal intuu la rajaynayay uu ka helo uu iska sii wado aanay jirin ee weli halkii laga biilinayay looxda dib ugu soo noqdo kadib markii aanu aragnay qawaaniinta iyo shuruucdii dalkan u yaalay ee aynu dhiganay inaan lagu dhaqmayn kadib markii aanu aragnay in mar walba siyaasiyiinteenu isku haystaan doorasho 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 oo wax kale ku dhaxayaaba jirin miyaa wali aragteen xilli doorasho taagantay siyaasiyiin murmaysa mooyaane dana kale oo qarankana leeyahay siyaasiyiin ku murmaysa isku haysta waxaanu aragnay maynaan arag siyaasiyiin ka sheekeynaysa ama asxaab isku haysata ama agtaro siyaasadeed oo ka doodaya macalinka iyo noloshiisa askariga iyo waajibaadka saaran iyo noloshiisa naafadeena maxaan ku dhahdaa hooyooyinka dhallaanka caruurta dhamma lamaayo siyaasad baa la isku haystaa iyo doorasho waxaa markaanu aragnay eenu aragnay buqcadda aynu ku naalo ee barakaysana ilaahay na dejiyey iyo sida agtaradani siyaasaddu uga faa'iidayn kari laayeen iyadoo beesha caalamku u wada baahan tahay oo meel ilaahay nagu beeray oo caalamku isku haysto aynu joogno haddana aynu ka faa'iidaysan kari weyno markaanu aragnay 23 sannadood oo ay marayso Soomaaliland iska daaira aqoonsi caalamka ka heshee iyadii gudaheedii la isku diray oo la kala dhexiday oo la isku wada horkeenay waxaan go'aansanay inaan ururkan samayno isla markaana aan u aragno inaan ku badbaadinayno qaranka annaga oo ka bilaabaynaa kow harkaha lagu kala guntay ee qabyaaladeed bulsho weynta reer Soomaaliland iyo waxgaradkii dhalinyaradii aqoonyahanka inaanu furfurno mid mid harga shaydaanka iyo agtaradii siyaasadeed ee hore ee siyaasadda ku fashilmay ay ku kala baxeeyeen Soomaaliland ku kala kaxeeyeen in aanu midmid u jarno oonu dadka walaalnimadoodii soo celino wax wada qabsigooda soo celino aragtidoodii midaysneed soo celino ayaa horta asbaab u ah gundhig u ah ujeeddooyinka ururka loo aasaasay waxaa kaloo ka mid ah dee wixii oo ka baxay shuruucdii maanta waxaan ka warhaynaa garsoorkeennii cabashada taalla waynu ognay dastuurkeennu wuxuu sheegayaa inuu saddexda waaxoodu kala madax bannaayiin madax bannaanidiina waa naafo sharcigiiba haddana naafeeyey wuxuu odhanayaa haddana waaxdii fulinta ayuu hoos geenaya haddana garsoorkeenni ma madax bannaana dhaqaale ahaan baa loo hoos geeyey howlo badan oo kale loo hoos geeyey marka taasi waxay keenaysaa
قرصور كيوم مدح بنانديس إن أيدنا لا وحيابها هي وحكلو بدن أيان وسمين وان بعزتي أرتشينا يا أنا كلي وحن قوي هل قام مركم تاني نقف ولا برنامج كيسي وكل دري وشيدة ده يا وبشكت فيس كلوا أساسي ورك أنا وحن دون يا دليل يا هل قدبنا ويدي يوغو ميمسن ما أنت وحوي يا بلاد فهم كلو ترتم يا إدين كا شان قويني يا مستقبل كاجا واحد وجبر ورتا مشرتو هذي هذي كعنت هذا يكشر تيمك مركز هذا يقول تو قيش على تولا دورته مركز كي سياسة كوسا قدر هذا يقول دورته مركز دورته كي هذا حبوا ديبتين معني وحويان هذي كشان قوي سياسة هذا هي قرشة حاجة أنا أقول برنامج في عام صوص ما يسنكرا هس في عام وقرب بدم صوص ما يسنكرا لاك فر بدن عن مرت إنت الملاك السوق هذا شاد يبالون يدخلني كرا لكن ما إذا نفع سيدك إذا كان إذا ويدير اليوري ما أنت ود كأن واحد بابي وحوي وديك بحبي نقوله إنت دار شوينكو نكي إسلام يل قاعد نكمل قاعد كريو وحنو باهناي نكو هديو أنا لا إسكريه سو كوري كيس تجوعه والله أو يلا دم حد وحكو دار نيسا أو حق قبائل كي وحن تو كبر يلا يلا بالقف كنورته تاريخ ديس أك شلي محوها ما أنت محوية محو كلوري هدو هادو انتا سوكل يا قياسو انا وحن قبا اينا انو قاري انو قول دمانتين انا قا وابريهان ديار وحن انهاي انا قا هوقان كيك ساعدا وفرن يهاي بدل ياروي ديار بانو لدينهاي انا قا كرسي قانو كفردينو اعتمادان بلاد فهم كان دين بانينو لكن بالله عليكم انا وحن امسنهي ولا تأكلوا الاموال بينكم بالبادلي وراكم عوننا حولا دحدينا يا الله يدوك بادلا كوننا ولا تاكلوا الاموال اليتيم الا بالتي هي احسن ايها القران كان امسناي وحنا امسنا وحنا انو شقيستان ديد كاي كو شقيستو او كليا انو اني غان عنيو هلكا وها لو سو دونتا بلاتفورم كا سياسه هادي اوكتي دليروي وا لغا تاجيرا انان كيرا غا واس اغاسما وحيد نوقدا غريو كدسنيا كي سياسه سو غلا باش هادي عين كا كو غليسان دايما كا ودتكي لعقت هايستي لعقت بوبي وي جوغان دورت هذا الدونيسان. أنا جو هدا إنه هلا عنا هاي وحنا آمين سنة هاي لبا كبدود أيال لبا choice با سوماليلاند هريال. Very simple لبا. مد وحوي كتاب كقبيلة ده هي corruption كقبيلة هي مسخ مسخ. من وحوي مد كل سن دد وذا جرة أو إس أو قل أو مال أو وذا جدة. أو كرتي يا كرامة قوة الشقي السنة يا لبذا سيسقيا very simple تيدين كيدين تلاكات راعي سان لكن ما أنت سومالي لأن قرك أيه أصارن تاعي يا إنه بربر تقرك أصارن تاعي I'm telling you the truth قرك أصارن هل كا هدي هل كا سان كجا هذلني أو نري هدي لدعيستو هدي لدعيستو لاس عنود يسول هدي لدعيستو واحد بدن بينه إمك الباب كوحدة كرنا ولا دقي سوى وطبعا أنت واحد كده عيا ذرك إنسان واحد كسيد درن دتك عادي جاء إيرسو مالي لاند إما أنت هرجي سكونول إبربر كونول إبرع كونول إبر ما كونول إذا قاله وكبا باي إما أنت كلمة أن مغلي يا جور والبوحوي بير كان رولك كوهينا بير كان رولك كوهينا ده قال الدر إذن خنا دلني يردن هالكم فديدنا مستقبل كينو هدان دقالها كور لو سو قادين ايكونوميك جروث يا امبا وايد تعبرتان امبا وايد واخ كلي بلايه كلا نقطان كل كا دقاله كوبسن او ك اوردير ضرورت دلانيسو وايد لديغو وا علمي تكنيكال ايكونوميك جروث تاسنو وامي انكو هدانو ري لعنهي ماركا لخ قودب ايانو دونينا اننو سو بندغنو او قران او ميسكيال oo kuwa kalena wax ka qaban kare laakiin noqon kare in jiinka Soomaaliland ay ku furto taariikh cusub ko waxa way taawada jirka iyo amaanka wadanka talabaad waxa way dhaqaalaha kor soo kacaya ta saddexaad waxa way waxbarashadii wadanka jaamacada badan baa la dhisay iskuulo badan baa la dhisay degree badan baa la qaatay laakiin hadayno runta doonayno تيدي وحبرشاد الصومالي لان ميل هو سيطا الله I'm telling you this كل كاسيدا كور لوغو سوقا دي وحيوبا انتاي شقا عصب
عافيمات كيبا كوحيقة ما أنت سومالي لأن وحاوية أنبا وضنك وقود ليتا أنبا واكال لبعض مركا لأيغو هوينك يا عرورتا ومشا اسكور ديمتا يا هذا الحياة يا هذا الحياة بقول كيبا وحان كبضناين صدن دادك الرئيس سومالي لأن أيا بيا نذيفة عباه يا هذا الحياة سوميدان قرن وعافيماتك أرنت كوحيقتا وحاوية ويادو قرصنبا وأرنتي الدبيعة دوّدنك environment سومالي لأن وين نبات جوريسا الدنيا ذا بدلا يسيا climate كان كلولانا يانا ووقص يدريا already وين موقتا climate change يا environmental destruction يا هذا الحياة كلالك مجالا هرجيسة تري أنت جيدة مجالا هرجيسة كويال environmental change باينو يا إنا حياة أعود رأ عصب يا كلال عصب يا إنجع عصب يا دوفان عصب وين أنا رأو أرك كينيا تودن بيسانا وسياسة جديدة بنت. أبي يصدون صنادات بين اللهين. هلا ناقون صدو. هلا ناقون صدو. مجرتو وين جكسنت هاي هالكاس. كل كوا واحد يوبا هانتاي فكرة تيه ورك دوين أي يوبا هانتاي. قضية. دليل تي يا قويان كي دل كاتهين. واحد نبرامج كان تلفيش كصحن. أقبتي إن سياسيين تو الرضاء دل كا يدكو السؤالو. وقعيقا دلك كتاقين اي سويديسان وحا كعضو دارنايا اناني چرين ها وح كومنتي لايراهدو يسيدو كلي سؤال لواد قوف والبا هل سؤالا مكروفونكا اللوغي يو دو مركا لفتقوغو غيب بيكا نقونيان مركا قبرد اوغوه الرئيسا ايانو ديبيدونا مكروفونكا انا صورتا انا وقدومي انا يمين سؤال شويدي لها قوفتا واكا مقاييها لكن ها وضا نمرنايها gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye urur siyaasadeedka ka ah maxamed xaashi uu ku jiraa martiqaadkan aad iyo aad baan uga xumaaday dhalinyarta maanta quruxda badan ee barta fadhida uu cod ka doonay in horta goobta ka maqnaado beri toorana way diinsa saban doona su'aashan uu imidayna way diinay wax weeyaan gudoomiye maadaama aad sharaxantahay oo mustaqbalka beri toor u sharaxantahay hanan doontid qaranka dhameey jamhuuriyadda Soomaaliland laba waxaan ku waydiinay hal qodob oo ahaa mashruuci biya ballaarinta xumba weyne iyo kii madarku halkuu ku dambeeyay gudoomiyahaasi waa maqan yahay balati uu nala galayna waa ka baxay su'aashaasna hawada ayaan marin doonaa waxaan safkan u dhiib safkan waxaad igu dhiibtaa ninka muraayada xiran ee safka hore hor fadhiya kuma arag barnaamijyadiina siyaasadeed dan yarta Soomaaliland oo boqolkii 58 waxa ugu tala gashay dadka halkan yimi waa dadkii halkan soo gaari karay ee Nuruddin ka soo baxay in dhaqtarada private ka lagu daweeyo kuwa jooga suuqa ee aan hadli karaynin waxa laali waxa ugu tala gashay halkan kama muuqato cosmetics weeyo waxa wadan waa qurxin marka keena barnaamijkii danyarta halkan kama muuqdo ee ummada u soo bandhiga barnaamijka danyarta waa maasanti horta waxna faana jooga wax musharaxa ragana tumarana rooda joogta waa wax islaam yadna loo kordhiyo markii wadi maqla weydeen ana su'aalaha lay ku dhiwaa codsi su'aashayde kooba su'aashay kali waxan ku soo daruurinaya dhamaantiin anugu dhalinyaradan qaarkood TV-ga nin badaw nin fadhiyaano TV-gan daawada siyaasiinta inta badan run ma sheegaan gibigooguba oo shaarka ay xidhayeen waa shaar danaysi ninka Italka leh codkiisa iyo mustaqbalkiisa ay guriga u istaagayaan su'aashiin waxa weeyaan su'aash waa soo koobaya intina uu reer meesha jooga markaad soo baxdaan insha Allah ku ilaahay uu qoran yahay maxay niga lillaahay recordkan maanta aniga codkayga wala saafkareynayaa iniga kiina ballanqaadkiina wala saafkareynayaa inaana nin ahaa badi saab 10 sano wasiir 10 sano soo shaqaydiga bilaadka badiig cusub baad u barhaysan dadka bisa ku yahay uga soo xilaysan xeer nidaamiyaha urada asxaabta badan qodobkiisa labaad qodobkiisa labaad uu qeexaya oo sheegaya in ay xisbiyadu ka qayb qaataan ama dhiri geliyaan barista taageerayaashooda inay dhiri geliyaan ama barista taageerayaashooda dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ima muuqato maanta nin muxuu ahaayey 10 kiina oo
برايا dhalinyarta ama dumar ka badan waliba dumar ka dhalinyarta badan nin baraya doorashooyinka dimuqraadiyada inagoo ka warqabna in urradi hore dhacay inagoo ka warqabna in urradi hore dhacay ay taarabuun ay dhalinyar iyo dumar caafimaadaysan ay banaabax sameeyeen taa laajligeen ay ku nifwayeen dad badan inagoo ka warqabna maanta xisbiyada jira inay taarabuun caafimaadaysan oo u badan rag iyo dhalinyaro ay muhaayay بسم الله الرحمن الرحيم واد بعثة تسان تي في هل سؤاله ويديني لخطر كبوسه وغمرق عداد سن انتان ما شفر ذا كبوسه وفصوها اساسا صدح سبيه صدح الروه رقل عين وصحن يومضي قرن واحد كبوسه بحي هذي ولسو شقي واي كبوسه بحاد كبرهم ويدي حسبيه دي هوري وراضي هوري كان عين ما دام قفك سلام كان بقول مر لبقى ولا تنيرو. سألوك على فايلي سنو رك بدم بعد عشر تكو حدنا إنه سلقي سنو برمامج ككوبات وحنا ويديه سواش كوبات إبراهيم تعالى السلبان برمامج كذي نكمل مكتبه يري باهيها وين إدلك كتير إدنا يرتا وحلا يا هاي ولا ليال أنا وحنا هاي قف لنول دت كذا وهاوير haweenku waa ogaal waa sababtan magaca uu qaatay aan waxaan ka qiirooda ka murugooda markii suuqa waaheen gubtay haweenka ku ganacsanaayay suuqa waaheen waxay ka ahaayeen 560 gudidi haweenka waaheen loo dhisay xubin haweenku kuma jirin haweenweyni suuqa waaheen waxay weydiinayeen rooday markaanu gudiyada iyo kooxaha loo imaamaday سوق واهن اني ما ادنو حاجه دبان مستغنا محل يريبان ويدينا مدخونا قرن كجمهوريه الصومالي لان هوان بو قبا ولي بقتر هلك بدنا محي هوانك ومدخونو قبانو حسوسا وايين ان انو كسو يرنو خبينا وانو واخ ويدينا غديده كميدا ولا ليال وحن لا نولهي درين كدبتا اه اي ددكايغا برنامجكايغا واخا اوغو بدن سدان هوراي دين كو شيغي اها kirinjiga dhigay kimarmar ka dhigay $2 inaan dadkayga danyartaa waa sababtaan nidi dhalinyaro ay caban mayne dalka ma bedelna way taantaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta tan ah hadaa dhacday oo dhacday maxaa la qoysan weeyday maad ka baxdi saaxada taariikhda binaadamka dib u akhri hoggaamiyasha adduunka ugu qaalisa waxay dhasheen kuwa hari waayay كو هاري واي وايو وحا أمغضا غوبا أمغتا وحا أمغضا حل وحا أمغضا دباتو يددك كساريان تيبا مالي ووالبا بسور دبو بيسو يسو دواريسا وحا نكرة جوينة مركان إنو مركا يول كينا شاكرة جوينة هيا تاسواتا تاكرا إن كوا إن عندها نافضة أدر قاعلي نافضة ميلا دك بين غيتا لكي كوي لوها قبيبا برنر اللهين waa soo koobaya su'aasha weyda ka jawaabay waxa weeye tii dadka liita cosmetics in loola dhaqmo waa runta waan ku markhaati furay waxa weeye caafimaadkeena haddaynu soo helno ma naqaano any data caruurteenu maxay u dhintaan mortalitygoodu muxuu yahay ma naqaano waxbarashadii iyo caafimaadka qayb badanoo ka mid waxay noqotay commodities la iibiyo sida baa mushaar iyo maartay sokor iyo timir aad iibinayso kamana war qabno inuu qofkanu karayo inuu bixiyo waxbarashadii cunuga ama caafimaadkiiba marka taas bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijka waxaan filayaa inaan halkan lagu soo gudbi karin laakiin waxaan idiin sheegayaa annaga horseed barnaamijkiisu uu qorayay waa kaa ninkii u baahdaa waxaan dadka u hayna waa kaa ninkii u baahdaa xafiiskayga soo mar waa ka qaato waxaa ku cad brogaraamka rajo dadka jilicsan naafada iyo dadka sidaasoo kale baahiyaha gaarka qaba waxaan u leenahay brogaraam dhan oo ah in ummadda kale si ka duwan loola macaamilo oo loo maamulo waxaa kaloo aan u leenahay oo aan mujaahidka u sheegayaa su-aasha soo jeedintiisii ahayd malaha dadka jilicsan waxba kuma darsataan rajo waxay brogaraam dhan u leedahay brogaraam la yidhahdo miskiin kalkaal oo hadda shaqeeya
oo miskiinta lagu qoodiyo oo dadka aanu ku wacyi gelinno kooda wax haysta in wax siiyo kooda gaajoonaya ee jaarka bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha kuwaad dadka naafada ah marka aanu guuda galo xeerarka dalkeena u yaala waxbay ka yiraahdeen waxaan ay ogol yihiin shuruucdaasi inuu qofka naafadi isagoo qof kale ku tiirsanayn noolaan karo tusaale ahaan dibka halkan aanu joogno qofka naafada ah wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho meesha uu ka soo geli lahaa ma laha cid ku ilaalisana ma jirto laakiin sharci ahaan way noo qorantay shuruucdii inoo qornayd caynka ahayd in la daboqo oo qofka naafadi uu noolaan karo isagoon cid kale ku tiirsanaan ayaa nooga meel taalla qodobkiisa labaad ma dad cusub baa keenaysaa bisa ku hore dhargii baa lagu celinaya annaga waxaa naga go'an jiilkan cusub ee soddon jirada ah ee xaqa u leh inay aayahooda ka taliyaan in iyaga taladooda loo dhiibo oon oday dambe oo sagaashan jiri aanu aayahooda ka talin idinkaa ka tashanaya idinkaanu idinku soo wareejinaynaa idinkaa ka noqon doona agtarayaa iyo jilayaasha noloshooda jaangoyn doona xilligii khaliifada rasuulka sala allahu calayhi wasalam cumar binu khadaab waxaa ka hadlaysaa nimanka waxa weeyaan dadka masaakiinta iyo dadka curyaamiinta ah xilligii rasuulka iyadoo aanay jirin lacagteena soo gashay dhaqaalaha imanka daadkeena soo galaa ayaa haddana waxay gaadhay xilligii cumar in ilmaha yare markuu dhasho la siiyo oo maxay ahaytoy loo qoro biil waxaan qabaanuu maanta waxay naga maqanee uu ninkan u baahan yahay maskiinka waa cadaalad oo keliya wax kale uu inaga baahan yahay ma jirto waa in resourceka loo maamulo si cadaalada marka resourceka si cadaalada loo maamulo waxaan qabaa inay gaadhayso hooyada maskiinada ah imanka naafada ah dadka jilicsan haddiise laakiin jeebadaha lagu shubto guriga ku xigaad argaadhi mayso saa la idiin sheegay anugu waxaanu qabnaa in cadaalad lagu maamulo waddankan in cadaalad lagu maamulo in maaragtay dadka resourcekooda la ilaaliyo in dhaqaalahooda la ilaaliyo in lala xisaabtamo ninka madaxda ah dawaaniga carabka ku dhuftay arrinta ku saabsan dadkeenna saboolka magaaladan hargeysa statistically magaaladan hargeysa milyuun qof baa ku nool milyuunka qof ee ku nool magaalada hargeysa boqolkiiba toddobaatan ilaa shan iyo toddobaatan waxay ku nool yihiin guryo bini aadamku aanu ku noolaan karin bay ku nool yihiin biyo nadiifa ma helaan badankood waddadoodu waa kharaab caafimaad nafle ma haystaan magaalooyinka kalena waa caynkaas baadiyihiina wuu ka sii dambeeyaa dadkii daabeedaha iyo baadiyaha ku jooga afartan milyuun ee somalinaad ku nool ugu yaraan boqolkiiba siddeetan waxa weeye mid daciifa caafimaadkoogu dhaqaalahoogu aqoontoodu daciif ururka iyaga hilaac halbowlay u tahay in la abuuro dhaqaale koraya economic growth markaad dhaqaale koraya samayso unbaad wax qaybin kartaa haddaanad hayn dhaqaale koraya wax ma qaybin kartid economic growth waad mahadsantiin haddii aan hal su-aala idin weydiiyo ururada xeerka 14 ee asxaabta iyo ururadu wuxuu sheegayaa inaan lagu ololeynin hab qabyaaladeed dadka inta ugu badan hab qabyaaladeed ayaad wax ku doontaan sidee isku waafajin doontaan sharciga u yaala dalka iyo habkaad ku ololeysaan waxaan rabaa inaan idiin sheego hay-adaha qaranka iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo sida loo kala dayacay idinku waxaa maqasheen komishanka qaranka laakiin waxaa kun jeer ka muhiimsan komishanka diiwaangelinta iyo ansixinta xisaabta qoladaasi xeer 14 waxaa gudihiisa ku qeexan nidaamka dimuqraadiyada ee dalka siday u ilaaliyeen inaan qabyaalad lagu ololayn inaan lacag sheeye laga qaadan inaan maaragtay de wax kasta oo xisbi ku kori karo inay dhexdiisa maamulku sax yahay nasiib darradu waxa weeye hay-adda noocaasa awoodda noocaasa u jeexan markay tartanka qabtaan albaabadooda waa la xiraa yaa markaa baar iyo wixii kale wood wuxuun baa intaa ku daraya dhallinyaroy responsibility aad leedihiin awood aad leedihiin cid kale ha u transfer garaynina idinka idigu xidhan tahay inaad samaysataan waxaad doonaysaan u codeeya cidda dantiina ka talinaysa ha u codaynina